السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فاصلة. حلقتنا اللي فاتت أو حلقة الأسبوع اللي فات كنا اتكلمنا مع ضيفة حلقتنا اللي كانت مشرفانا ومشرفانا الحلقة دي، الدكتورة إيمان ربيع. اتكلمنا فيها عن أسس العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة، واتكلمنا فيها برضو عن إزاي نحل المشاكل الأسرية وإزاي نكون أسر أو أسرة ناجحة. النهاردة هنتكلم عن أنماط بعض أنماط الأزواج أثناء حدوث المشاكل الأسرية، وهنتكلم برضو كيف نتغلب على المشاكل الأسرية مع ضيفة حلقتنا اللي مشرفانا النهاردة. أهلا بحضرتك الدكتورة إيمان. أهلا وسهلا أستاذة مها، أهلا بيكي. دكتورة إيمان، يعني عايزة أقول لحضرتك إن صدى الحلقة الحمد لله فضل ربنا حلقتنا اللي فاتت، ناس كتير بعتت لنا استفسارات، بس إحنا طبعا المفروض إن إحنا كنا هنطلع الحلقة دي نرد على استفساراتهم، ولكن هنأجل ده إن شاء الله لشهر 3 عشان النهاردة عايزة حضرتك تعرفينا وتعرفي مشاهدينا إيه هي أنماط الأزواج. إن شاء الله. أولا إحنا بنتكلم على المشاكل الأسرية، وكل واحد فينا ليه طبعه، واوقات بيبقى بياخد موقف معين في المشكله او اثناء حدوث المشكله. فاحنا هنتكلم عن بعض انماط الازواج لما بيكون عندي مشكله اسريه. عندنا 5 انماط هنقولهم كده تعداد، وبعدين هنشرح كل واحد منهم معناه ايه. يلي اتفضلي. طبعا هي رموز لبعض الصفات. رقم 1 سمك القرش، رقم 2 السلحفاه، رقم 3 الدب الوديع، 4 الثعلب، رقم 5 الحمامة. 5 أنماط للأزواج. طبعا دول بيكونوا موجودين في زوج أو في زوجة، يعني راجل أو راجل أو امرأة، ما فيش إنه دول في الرجالة بس أو دول في الستات بس، لا هما في الاتنين. بس حلو يا دكتور، انت مشبهة لنا بحاجات جميلة قوي. خير إن شاء الله. طيب لو اتكلمنا على سمك القرش، طبعا من أهم صفات سمك القرش معروف إنه كائن هجومي. فلو أنا عندي بعض أنماط الأزواج اللي بيكون وقت حدوث المشكلة هو بس بيعمل هجوم، بيستخدم المبدأ اللي بيقال عليه إنه خير وسيلة للدفاع الهجوم، فبيفضل يهاجم. الذوق العصبي. دايما ردود أفعاله عنيفة، بيهاجم بطريقة صعبة شوية. الغرض من الكلام ده إنه هو عايز يعمل دفاع لنفسه، ديفنس كده، خط أو لاين كده، إنه ما حدش يجي جنبه سواء بقى هو غلطان او مش غلطان. في النهايه خدوهم بالصوت. بالظبط، خدوهم بالصوت. سواء كان رجل او ملهوش، هو مش عايز بقى حد يقول له انت غلطت او انت ما غلطتش، هو بيهاجم. واحيانا بيكون هجومه ورد فعله بيكون شويه عنيف. ليه؟ هو عايز يخلص المشكله ويوقفها ايا كانت النتيجه، مش مهم، المهم يوقفها. تمام. ده نوع من انواع او نمط من انماط الازواج. طيب النمط الثاني السلحفه. في بعض الأزواج سواء برضو رجل أو امرأة بيقال عليهم اسم تاني، الانسحابي. الشخص الانسحابي ده اللي هو لو كان امرأة أو رجل بيجي وقت المشكلة وتلاقيه بياخد موقف ينسحب تماما من أرض المعركة اللي هي المشكلة، هروب. الهروب بقى ليه طبعا طرق كتيرة، كل واحد بياخده حسب تصرفه. زي بالظبط السلحفة لما بتحس بالخطر في الجو اللي حواليها بتعمل ايه؟ بتدخل راسها وتدخل رجليها جوه الصندوق اللي هي ربنا خلقها بيحميها، بيحمي جسمها من بره، لحد ما تطمن ان ظروفها بقت تمام والدنيا حواليها بقت كويسة، تبدأ تخرج مرة تانية. تمام. النوع ده من الأنماط من الأزواج دي مشكلته انه عايز يبعد تماما الخطر عن نفسه تماما. ومش عايز يواجه الطرف الآخر، ومش عايز يتحط في موقع اخذ قرار، بيحس ان الهروب هي افضل وسيله ليه. فتلاقي بقى الهروب قد يكون حد مثلا عنده مشكله، تلاقيه بينام كتير جدا. بينام 16 ساعه 17 ساعه نايم. ليه؟ مش عايز يواجه، ما عندوش القدره على المواجهه. او يقفل تليفونه، الناس تتصل بيه والناس تبقى عماله تسال ويقلقوا وقافل تليفونه، ينسحب. يعني هو بينسحب عن العالم الخارجي تماما. ليه؟ لمجرد ان هو عنده مشكله ومش عايز ياخد فيها قرار ومش عايز حد يكلمه فيها. تمام. ده النوع الثاني. النوع الثالث الدب الوديع. ايوه دي بقى اللي انا عايز اسمعها. وده بقى ايه؟ شخص مسالم جدا، بيحب الهدوء، حبيبي. ايوه حبيبي. وبيحب يعيش كده ايه، دايما الامور عنده كلها فيها سلاسه وفيها بساطه. الهاجس الوحيد اللي في الوقت ده اثناء حدوث المشكله عنده هو ان العلاقه تفضل موجوده، ان هم يفضلوا متجوزين
سواء بقى الكلام ده كان رجل او مرأة، هو كل مشكلته انه لازم العلاقة تفضل موجودة، مش مهم مين الغلط، مش مهم مين الصح، المهم ان احنا مع بعض. طيب هنحل ازاي؟ لا مش مشكلة، حتى لو كانت النتائج سلبية ملوش علاقة، النتيجة سلبية النتيجة نفضل إيجابية مع بعض، احنا مع بعض ملناش دعوة باللي بيحصل، اللي المشكلة بقى دي, دي مش مشكلته. فطبعا ده بيبقى هو حابب يعيش في هدوء، ما بيحبش الدوشة، يعني مسالم لدرجة كبيرة جدا قد تكون سلبية. طيب النوع الرابع الثعلب، وده نوع بقى ايه؟ المراوغ والماكر، اللي هو المبدأ اللي احنا كلنا عارفينه، اللي هو بيحب دايما يقلب الترابيزة او تقلب الترابيزة او تقلب الترابيزة. تمام. المهم مش ممكن تطلع غلطانة او مش ممكن يطلع غلطان، يفضل يراوغ في الكلام، يفضل يستفز اللي قدامه علشان انا مش غلطان، دايما عنده مبرر لتصرفه. حضرتك بتقولي لي انا لا خالص اصل انا بحب ما اطلعش غلطان سواء بقى الزوج او الزوجه، هو مش عايز يبقى غلطان ومش عايز حد يوجه له اللوم، هو دايما عنده انا عملت كذا عشان انت عملتي كذا، طب انا عملت كذا عشان انت عملت كذا، دايما انه هو ايه بيعمل نتيجة. طب ليه يعني اعترافه بالغلط ده مش موجود ابدا. ده طبعا بيبقى من الشخصيات الصعبة جدا، لانه ولا مرة النقاش معاه بتوصلي بعالي نتيجة ابدا خالص مفيش امل يا دكتور نهائيا. ليه؟ لانه هو طول الوقت بيفكر ازاي يخلي اللي قدامه هو اللي غلط، هو اللي اتصرف غلط، انا عملت كده عشان انت عملت كده، انت عملتي مش عارف ايه فانا رديت، او انت عملت مش عارف ايه يبقى انا رديت عليكي. ده النوع اللي هو المراوغ او الماكر. النوع الثاني او الخامس، النوع بقى والاخير هو الحمامه، وده بيكون شخص ذكي سواء زوج او زوجه، حكيم، بيحل، بيعرف امتى يتكلم وامتى يفكر في كل موقف، وبيدي التصرف والحل الصحيح في المكان المناسب. هنا بقى دول الخمس انماط الاشهر في الشخصيات اثناء المشاكل. ايه يعني ايه النوع منهم او ايه النمط اللي فيهم اختارهم؟ يعني ما تقدرش تتعاملي معاه، ما تقدرش تكوني حياه معاه زي ما بنقول. ايه انا يعني دي وجهه نظري طبعا المحدوده، يمكن قد نختلف او نتفق، لكن انا بحس انه الشخص اللي هو او عنده ميزه او صفه المراوغ، صفه الثعلب ده، بيبقى شويه صعب، لانه انت ما تعرفيش تمسكي عليه غلطه. ومش ممكن انسان ما بيغلطش، يعني كلنا اكيد بنبقى عندنا اخطاء، فنكونك ان انت ما تقدرش تعرف قدام الطرف الاخر بخطأك، فده بيبقى صعب جدا. بتبقى من اهم صفاته برضو يا دكتور العند. اه طبعا هو عنيد وفي نفس الوقت ذكي، لانه هو بيفضل يعني زي ما بيقولوا ايه، بيغير من الكلام، يلف ويدور لحد ما يوقعك في الغلط، او يوقعها في الغلط، او توقعه في الغلط، وهكذا. لكن لو جينا بقى نتكلم عن مين افضل الانماط، ما نقدرش نقول ان النمط الثعلب هو الافضل، السمك القرش هو الافضل، الحمامه هو الافضل، لا. هو المطلوب الخمس انماط ممكن يكونوا متواجدين، بس امتى؟ الانسان هنا لازم يبقى حكيم، ويبقى عارف امتى يخرج النمط المناسب في الموقف المناسب. يعني ممكن شخصيه يكون فيها تقدر تستخدم اكتر من نمط؟ اه طبعا. يعني لو قدامك شخص هجومي هتقفي تنطحي معاه زي ما بنقول؟ لا. كلمة بكلمة المشكلة هتتصاعد، فمش ممكن هتهاجمي، لازم تاخدي النمط الايه؟ السلحفة. في الوقت ده لا، هنسحب، اه مش هنام ومش هقفل تليفوني، بس اني انا ايه؟ هنسحب مؤقتا من المشكلة، انتصر غدا زي ما بنقول، انه انا معليش المواضيع وابص الاقي الدنيا يعني بقت صعبة قوي ووسعت قوي جدا مننا. فالافضل ان انا يبقى عندي الخمس انماط، الافضل اني انا افكر امتى اطلع النمط المناسب في الموقف المناسب. دي الحاجه اللي لازم نبقى فاهمينها، ان انا ما عنديش نمط افضل من نمط. يمكن دي الحاجه اللي بتخلي المشاكل الزوجيه ما تكبرش ما بين الزوجين بالزبط. لما بيتشكل على الخمس انماط دي بالظبط كده. ما انا لو انا فهمت الطرف الاخر كويس ابقى انا هعرف اتعامل معاه. ويمكن دي حاجه من الموضوعات اللي ان شاء الله بعدين نبقى نتكلم فيها، انه اهم نقطه في العلاقه الزوجيه ان انا افكر في شخصيه اللي قدامي، ما يعني ما اهملش صفاته، ما اهملش طباعه. وفي نفس الوقت حتى في الحب حبيه بطريقته وحبها بطريقتها. لانه انا ممكن احبك بطريقه
مش ما تتناسبش معاكي. انت شخص عاطفي قوي وانا ممكن اكون شخص عقلاني جدا. التعبير عن الحب عندي غير التعبير عن الحب عندك. فعشان انت تفهمي قد ايه انا بحب حضرتك يبقى لازم اتعامل معاكي باللغه بتاعتك انت. يمكن في كتاب مشهور جدا اسمه لغات الحب الخمسه. ده بيعرفك انك لازم في كل العلاقات وخاصه العلاقه الزوجيه اعرف الطريقه اللي بيحب بيها الطرف الثاني. اللي هي زي ما بنقول كده ايام الخطوبه بتبداي تفهمي بالظبط طبعه عشان بعد كده تقدري تتعايشي مع النمط بتاعه. هما يقولوا ايه احنا بنطبق على بعض. في بتلاقي احيانا كتير زوجين تحسي ان هما من كتر ما بقوا زي بعض كانهم اخوات او كانهم متربيين مع بعض انه وهم ابدا ولكن هم اتطبقوا على بعض. كل واحد منهم قدر يوصل لنقطه يقرب شويه من الطرف الثاني فوصلوا لنقطه في المنتصف قدروا هنا كده يعني ايه يقربوا ويعملوا مزج وانسجام ما بين الطبعين. طب ازاي نتغلب على المشاكل الاسريه بمناسبه الامومه؟ اهم نقط في التغلب على المشاكل الزوجيه رقم واحد اني انا وانا بعمل الحوار بتاعي او بنتناقش في مشكلتنا ما يكونش فيه اسلوب استفزاز. ده رقم واحد. يعني اللي هو ايه اتنين بيتكلموا فبدا التاني ينفعل فاقول له ايوه طلع بقى اللي جواه يلا بقى انا عايزه هات بقى اخر اسحب بقى من الحاجات اللي بتضايق ويبدا بقى يدي كده كلمات تستفزه فالتاني يتعصب زياده. فطبعا ده مش مطلوب الحوار ده او طريقه النقاش دي. لا احنا بنتناقش مفروض ان احنا عايزين نوصل لحل المشكله. فرقم واحد ينتهي الحوار بالاستفزاز نهائيا. رقم اتنين السريه في المشاكل. يعني مش لازم احكي كل الاسرار ومشاكل. المفروض المشاكل الزوجيه ما تخرجش بره غرفه النوم. ليه؟ لانه والله انا رحت لاهلي وهو راح لاهله وانا اتكلمت وهو اتكلم بعدين اتصالحنا. مين اللي بتفضل الرواسب عندهم ومين مش بالظبط؟ الكبار او الاهل. انا مش ممكن هكون يعني فير خالص مع مرات اخويا اللي غلطت في اخويا في مره. أيوة او مع جوز اختي اللي غلط في اختي مره. بتفضل النفوس شايله من بعض شايلة. ولكن احنا والزوجين اتصالحوا وتصافوا تمام والامور تمام. فدي مهمه جدا. يبقى الاهل خليهم اخر حل في حاله ان انا فشلت في كل الحلول. رقم اتنين ان انا ما اروحش استشير صديقه. ودي من النصائح الزوجيه برضو بالظبط. مهم قوي ان الشخص اللي انا استشيره يكون شخص حكيم ومحايد. مش مثلا اجي لصديقه او لاخت او زميله في العمل واقول لها ده حصل كذا كذا تقولي بصي بقى انا هقول لك جوزي مره عمل الحكايه دي وانا اتصرفت معاه بالطريقه الفلانيه. طب ما انت ليكي طبع وجوزك ليه طبع وليه انا مش انت وهو مش جوزك. صح. كل واحد ربنا خلقه بطباع معينه فما ينفعش اللي هيمشي مع البيت ده هيمشي مع البيت التاني لانه ما احناش نفس الشخصيه. فما تاخديش انت ممكن تاخدي النصيحه وتعملي ليها فلتره وتبداي تعملي لها كده تعديل على طبعك وطبعه مش انفذ الموضوع بحذافيره لانه غالبا بيفشل. يبقى انا اختار مين اتكلم معاه مين استشيره. تمام. تالت حاجه ودي نقطه مهمه جدا لو في اطفال ممنوع الكلام قدامهم. الكلام قدامهم في مشاكل ممنوع ان انا ابتدي اتخانق او ابتدي يعلى الصوت. ليه؟ لان دي رواسب بتبقى يعني سيئه جدا على نفسيه وعلى شخصيه الاطفال بعد كده حتى يفضلوا فاكرينها لحد ما يكبر. والمشكله الاكبر يا دكتور اني لما بيحدث كلام زي كده انت تيجي تقولي كلام هو يجي يقول كلام بالزبط. الطفل بيخزن ملهوش دعوه بالمعنى لكن هو خزن الكلمه وخزن المفهوم وخزن رد الفعل اللي خده الطرف اللي اتقال له الكلام ده. فالحاجات دي ما بتتنسيش. قد يحدث بعدها تصرفات وسلوكيات نتيجه المشاكل الاطفال بيشوفوها في البيت او قدامهم او بتحصل حواليهم وهكذا. في حاجه مهمه كمان انه انا لما اكون بتكلم لازم خلاص في مشكلة حصلت اتناقشنا فيها وصلنا الحمد لله لحل تموت خلاص ما نتكلمش فيها تاني. مش لو حصلت مشكلة تانية اقول له فاكر لما حصل كذا او فاكرة لما أرجع حصل اللي حصل أرجع. قبل كده لا خلاص احنا قفلنا الموضوع. يبقى طالما قفلناه ما نفتحوش تاني. الموضوع مات. الموضوع مات اتدفن. ما ينفعش ارجع لما تحصل مشكلة اجيب له القديم والجديد كله. لا خلاص المشكلة خلصت اتحلت يبقى ماتت على كده. أهم عيب في المشاكل الزوجية اللي كتير جدا من بيوتنا بيعاني منها هي الملفات المفتوحة. الملفات المفتوحة اللي هو بيفضل فاتح كذا حاجة قدامه
ولا قفل ده ولا قفل ده، زي واحد موظف قاعد مطلوب منه اكتر من مهمه كذا حاجه، وادوله ديدلاين زي ما بنقول كده او ميعاد محدد يشتغل في الملف ده شويه ويشتغل في الملف ده شويه. في النهايه بيتورط في ايه؟ ان بيجي الديدلاين بتاعه، بيجي الوقت اللي لازم يسلم فيه ولا ملف اتقفل. فدي مشكله كبيره جدا في المشاكل الزوجيه، انه الملف اللي بيبقى موجود انا لازم اقفله، الملف اللي عندي كمشكله يتقفل. طب يتقفل وكمان ما يتفتحش مره تانية، لانه فتحته مره تانية يبقى انت كده عمال بتحاسبني على حاجات احنا انتهينا منها. لا وهنخلق على ده يعني ممكن يجي كلمه زياده على الموضوع هتضايق، هبدا مفيش مجال ان انا افتح الحوار مره تانية. كمان مهم قوي ان الطرفين يسمعوا لبعض، وهنا الاستماع المقصود به الاستماع بفهم. انا بسمعك علشان انا عايز افهم، واستماع بانصات، والانصات ارقى انواع الاستماع. انصات يعني ايه؟ يعني اسمعك بكل جوارحي، انا معاكي مركز بعناية وبوداني وبعقلي، مش بفكر في حاجه وسايبك انت تتكلمي. دي نوع من انواع الاهتمام طبعا دكتور. طبعا انك حتى البادي لانجوج بتاع حضرتك، لغه الجسد اللي وانا قاعد بتكلم معاكي او كزوج او كزوجه، لازم تبقي عينيا في عينيكي باصين لبعض. مش انا ماسك ريموت التلفزيون بدور على الماتش اللي عايزه اتفرج عليه، او انا ماسكه الموبايل بتكلم في الواتس مع واحده صاحبتي وهو قاعد يشكي لي او يحكي لي مشكله، او بنتناقش في حاجه واقول له انا معاك انا سامعاك، ما فيش حاجه اسمها كده. انا سامعاك دي انت لازم تهتم، تحسسني بان انت مهتم بيا. فمهم قوي الاستماع، والعكس صحيح، والعكس صحيح. الاستماع بفهم، الاستماع بانصات، عشان انا عايز اوصل معاك كطرف اخر لحل المشكله، انا مش بسمع وخلاص. فدي نقطه مهمه جدا عشان نتغلب على مشاكلنا. كتير من الازواج مشاكل بتحصل بسبب ايه؟ انها تكون حكيت له موقف مثلا وهو انا معاكي، بعدين يحدث رد فعل معين، وبعد كده تقول له ما انا قلت لك، يقول لها لا امتى قلتي لي، امتى حصل الكلام ده صح ولا لا. والعكس تكون هي واقفه في المطبخ مشغوله ومعاها تليفون، واستني اصلي برد على مش عارف ايه. لا يا حبيبي بس انت ما قلتليش والله قلت لك والله انا قلت لك، طب فكرني، ونفضل بقى ندخل في متاهه فكرني وفكريني. لا انا هنا لازم اكون مركز، مفيش حد اهم من الشخص اللي انا عايش معاه، اللي هو بشاركه كل لحظه من لحظات حياتي. فدي نقطه مهمه جدا، الاستماع بانصات، ده مهم جدا جدا. نقفل الملفات المفتوحه نهائيا، ما نعلقش حاجه ونسيبها. طيب اذا انا لا قدر الله ما عرفتش اوصل لنتيجه في اي نقطه من النقط دي، انا المفروض اتصرف ازاي؟ ابتدي اشوف موضوع الاهل، ادور في الاهل على شخص محايد، شخص لما اجي احكي له هحكي له بمنتهى الشفافيه، وهو لما هيجي يحكم هيحكم كمان بمنتهى الشفافيه. طيب تمام، ما قدرناش برضه هيجي عليا ولا هيجي عليه، عشان لما اخد منه الحكم بالعدل. بالظبط، بالعدل والانصاف ما بين الاثنين، هو شخص محايد من الاثنين. طيب ما عرفناش نوصل للكلام ده، ممكن بقى هنا، ويمكن ده اللي لسه في مصر الموضوع شويه الناس بتتكسف منه، ان انا الجا لمتخصص. يبقى خلينا للنقطه دي ناخد بس فاصل سريع ونرجع لمشاهدينا تاني ان شاء الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل. دكتور كنا وقفنا عند نقطة تدخل الأهل، أو نبدأ نلجأ للأهل ونختار حد محايد لعرض المشكلة عليه. تفضلي. بالظبط. طيب احنا هنلجأ للأهل، ممكن بقى الحد المحايد ده قد يكون الأب أو الأم، ممكن يكون صديق، يكون، بس أهم حاجة احنا نبقى عارفين إن الشخص ده لا هيجي عليا ولا هيجي عليه. يعني لازم نبقى انا بحكي له وهو هيبقى عادل جدا ومنصف جدا. طيب ما وصلناش للحل ده، ما برضو مش عارفين نوصل لحل للمشكله، في الحاله دي مش عيب ابدا ان احنا نلجا لمتخصص، استشاري علاقات اسريه، استشاري علاقات زوجيه، لايف كوتش، يقدر هو يساعدنا في ان احنا نوصل. احيانا كتير ثوره الغضب اللي عندي، او احساسي باني انا مغلوط فيا قوي وان انا موجوعه قوي، بتخليني مش شايفه الحلول، مش قادره اوصل، لان انا في حاجه عامله زي غطا كده مغطيه عندي ان انا افكر في الحاجات الايجابيه. فالشخص ده اللي هو المتخصص بيعمل ايه؟ هو بيمتص
طاقة الغضب اللي عندي دي كلها أو طاقة الحزن أو الإحساس بالوجع من الشخص التاني أو الطرف التاني، ويبتدي يساعدني في أن أنا يبقى تفكيري أكتر إيجابية. وخصوصا ان احنا لما بنيجي نعرض المشكله على اي حد من الخارج او من الاطراف اللي حوالينا بيديكي النتيجه السلبيه. تمام. في نقطه كمان مهمه، ان الشخص المتخصص ده هو شايف كل الابعاد من بره، هو ما هوش طرف في المشكله. فالشخص لما بيكون مش طرف خلاص بيبقى شايف الرؤيه اوضح، فبيساعدك ان انت تحلي المشكله بشكل افضل. يا رب نكون قدرنا نفكه على قد ما نقدر. وانا بشكرك جدا يا دكتوره ايمان، وان شاء الله حضرتك تنسقي مواعيدك، وابتداء من شهر 3 نطلع في حلقات رضا على المشاهدين، ونعمل سلسله حلقات عن التربيه باذن الله. باذن الله ان شاء الله نتقابل على اول شهر 3 ان شاء الله. شكرا جزيلا. للاسف وقت حلقتنا خلص، انتظرونا في حلقه جديده ان شاء الله، وانتظروا الدكتوره ايمان من اول شهر 3 باذن الله. الى اللقاء.